مات فقد كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة. وبعض الناس يقول من مات فقد قامت قيامته، وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح. هذا قول ابن كثير في تفسير هذا الحديث. إذن هناك وفاة كبرى وهي الموت، والتي تسمى القيامة الصغرى، وهناك وفاة صغرى تنفصل فيها الروح عن البدن بانفصال من نوع آخر، تبقى معلقة بالبدن لكنها أيضا منفصلة عنه، معلقة به تعلق خفيف، تبقيه حيا لكن لا تعطيه كامل الإرادة التي هي للإنسان المستيقظ، ألا وهي وفاة النوم. هو نوع من أنواع الوفاة، والقيام من النوم بعث ونشور. ولذلك جاء في الحديث في دعاء المستيقظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول الله عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. في النوم تقبض أرواح العباد، لكن ليس قبضا كاملا، وإنما قبضا من نوع خاص. ثم يقرر الله عز وجل أن هذا القبض يتحول إلى قبض كامل، فيموت الإنسان وفاة كاملة في نومه، أو ترجع إليه الروح فيعود حيا. وقد ورد ذلك في كتاب الله رب العالمين: الله يتوفى الأنفس حين موتها. هذه الوفاة الكاملة، الوفاة الكبرى، والتي لم تمت في منامها، يعني يتوفاها أيضا في منامها، هذه الوفاة الصغرى. فيمسك التي قضى عليها الموت. أثناء النوم قد يموت الإنسان، فيتحول هذه الوفاة الصغرى تتحول إلى وفاة كبرى عندما يأمر الله عز وجل بإمساك هذه الروح. فيمسك التي قضى، يعني حكم الله عليها بالموت، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الأخرى التي لم يقضي عليها الموت تعود إلى الجسد من جديد ويبقى حيا إلى أن يأتي أجل الإنسان. ذكر الموت شديد وثقيل على النفس، والإنسان لا يحب هذا الذكر لأنه يحب أن يعيش في الأمل. وجاءت الآيات والأحاديث تحثنا على ذكر الموت وعلى قصر الأمل وعلى عدم التعلق بالأمل الطويل، لأنه يشغل الإنسان عن الاستعداد للآخرة. يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول عز من قائل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. أخفى الله عز وجل علم الأجل الموت عنا، لا ندري متى نموت ولا ندري أين نموت حتى نستعد، لأن الإنسان إذا عرف متى وأين ما يستعد، يستعد قبلها فقط، لكن الله سبحانه وتعالى أخفاها حتى يجعلنا نستعد في كل لحظة من لحظات حياتنا. ما تدري أتعيش إلى الغد، ما تدري أبلغ بيتك اليوم، أطال الله في أعماركم بالصالحات، ما تدري. ومن هنا وجب على الإنسان أن يستعد، لأنه يجهل أمر الأجل، لكنه يعلم أنه أمر محتوم، لا يمكن أن يتقدم أو يتأخر، محسوب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ليست خسارة المال، ليست خسارة درجات في الامتحان، ليست خسارة المناصب، الخسارة الحقيقية أن تشغلك الدنيا وتلهك أموالك وأولادك عن ذكر الله عز وجل والاستعداد للقائه. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب
فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. مهما تمنى الإنسان أن يعود إذا حان الأجل وجاءت المنية فلا عودة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الموت حق على كل مخلوق، كل إنسان وكل مخلوق يموت إلا الله سبحانه الخالق لا يموت. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنك ميت وإنهم ميتون، ليس أكرم عند الله في خلقه من محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حكم الله عليه بالموت. مهما حاول الإنسان أن يغفل، أن يؤجل التفكير في هذه المسألة، فليتذكر أنه ليس أكرم على الله من سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. لن نخلد يا إخواني يا أخواتي، لن نخلد، سيأتينا الموت يوما ما، لن نخلد. وسبحان الله، رغم أننا نعرف أننا نموت، إلا أننا نتغافل عن هذه الحقيقة الحاسمة، الأمر الواضح البين الذي لا شك فيه. الكل يموت، الإنس يموتون والجن يموتون. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. كل إنسان حدد الله تعالى له وقتا ومكانا لموته، مهما حاول الإنسان أن يغير هذه الحقيقة لا يستطيع. أمر مكتوب مسجل محسوم لا يغيره أحد. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أمر مكتوب وأجل محسوب. والمكان كذلك مكتوب، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مهما حاول الإنسان أن يفر من الموت، مهما بذل من جهد واحتياطات، فسيأتيه الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وجاء حديث جميل يرويه الإمام مسلم في قصة عجيبة لامرأة صالحة من خيرة نساء المؤمنين، هي أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها أجمعين. سمعها النبي صلى الله عليه وسلم يوما تدعو وتقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. أمتعني بهم يعني خليهم يعيشوا فترة طويلة لا يموتوا بسرعة. إذا أردت أن تدعو لإنسان بالبقاء قل: اللهم متعنا به، يعني اجعل حياته معنا، هذه المتعة في بقائه معنا تطول. سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تدعو بهذا الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيء قبل أجله، ولن يؤخر الله شيئا بعد أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. وبالتالي مهما دعوت الإنسان أن يطول عمره، مسألة محسوبة ومحسومة، لن يتغير شيء. أمره عند الله عز وجل. خمس
علمها عند الله عز وجل. يروي البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فعلم الساعة وعلم الأجل وأين يموت الإنسان لا يعلمها إلا الله. وروى الإمام أحمد والترمذي في صحيحهما: إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة، يجعل له حاجة في ذلك المكان يذهب إليها ليموت. قبض الروح يبدأ بالاحتضار، هذا الاحتضار إذا حان الأجل، إذا جاء الوقت قبضت الروح، وليس للإنسان حيلة ولا يستطيع أن يفعل شيئا، مقهور مجبور من قبل القهار سبحانه. يقول عز من قائل: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. هناك ملائكة تحفظنا من الأمراض، من الحوادث، تحفظنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. كيف تقبض روح الإنسان؟ جاءت أحاديث كثيرة تصف هذا الأمر، وتصف ما يحدث بعد ذلك، وتصف ما يحدث في القبر، تصف ما يحدث عند صعود الروح إلى السماء، أحاديث كثيرة متنوعة جمعها الشيخ الجليل ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع بعلمه وجزاه عنا خيرا، جمعها من مصادرها المختلفة ورواها لنا من هذه المصادر الصحيحة، ألغى الضعيف وصحها الصحيح وقدمها لنا بصورة ميسرة. ولنأخذ هذا الحديث الطويل الذي يرويه الإمام ناصر الدين في صحيح الجامع الصغير وفي غيره وفي كتاب الجنائز، نأخذه على أجزاء، ولنبدأ بالجزء الأول المتعلق بالاحتضار. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني خلاص انتهت حياته، انتهت الدنيا والآن جاء وقت وفاته، أقبل على الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط، الحنوط ما يخلط من الطيب بالأكفان اللي يوضع على الثوب، الكفن من الطيب يسمى الحنوط، وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هكذا الأمر بخروج الروح للمؤمن. أمر الموت على المؤمن أهون بكثير مما يتخيل الناس، الأمر الشديد هو موت الكافر والظالم، أما المؤمن فهكذا تخرج روحه: اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. شلون القطرة تنزل من الإناء، في خروجها شدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يبسطها لنا فيأخذها. هذا شأن خروج روح المؤمن. أما الكافر فيصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم خروج روحه بطريقة أخرى: وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا، يعني ما زالت روحه متعلقة بالدنيا ولا يريد أن يقبل على الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح، مثل نسيج الشعر الخشن، معهم المسوح من النار، ثياب من النار والعياذ بالله، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، تتفرق الروح، تهرب الروح
في أجزاء جسده، في يده وفي بدنه، تهرب تنتشر، فينتزعها ملك الموت، فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب، مثل الخشبة اللي فيها شوك كثير من الصوف. تخيل خشبة منتشر فيها الشوك داخلة في الصوف وتريد تجرها من الصوف، ماذا يحدث لها؟ فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعر من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، والعياذ بالله. أجارنا الله وإياكم من موتة الخبثاء. يحدث هذا وقد يكون هناك ناس حاضرين لكنهم لا يرون، يصف الله تعالى ذلك فيقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هذا الذي يحدث للميت لا نبصره، ولو أبصرناه ما تمتعنا بحياة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، الراقي الذي يقرأ على المريض، هل هناك من يرقيه؟ هل هناك من يدعو له؟ وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. المؤمن يبشر عند موته. يقول العلماء أن الآية التالية نزلت في تبشير الملائكة للمؤمن عند موته: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذن يأتي الموت وتأتي الملائكة تبشر حتى لا يخاف المؤمن، يأمن من هذا الفزع الأصغر، ويأمن إن شاء الله من الفزع الأكبر يوم القيامة. أما الكافر فماذا حاله مع الملائكة؟ يقول الله عز وجل في آية نزلت في قتلى بدر، لكن قال العلماء والمفسرون كابن كثير وغيره أنها عامة على الكفار: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة يتوفون الذين كفروا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ورغم تبسيط النبي صلى الله عليه وسلم لنا في شأن خروج الروح، إلا أن خروجها شديد، وخروج الروح مؤلم، ألم عظيم. ألا ترى أنك إذا ضربك إنسان تتألم؟ لماذا تتألم؟ لوجود حياة في هذا العضو المضروب، وجود أعصاب تشعر. لو ماتت الأعصاب وضربت اليد المشلولة مثلا لا يشعر الإنسان بألم لعدم وجود عصب، يقولون لعدم وجود حياة فيها. إذن الألم يأتي من أين؟ يأتي الألم من وجود الحياة، من وجود العصب. فإذا كان الألم على جزء من الجسد يشعر الإنسان بألم شديد، فما بالكم إذا كان الألم على كل أجزاء الجسد؟ هذا الذي يسمى سكرات الموت، وجاء ذكرها في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذا الذي كنت تحاول أن تهرب منه، سكرة الموت، كأنه السكر من شدة الألم. قد يكون الإنسان كأنه سكران من شدة الفزع، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى من الفزع. وقد يكون السكر من الخمر، وقد يكون السكر من الطرب، هكذا حالة السكر، وقد يكون السكر من الألم. وهذا هو الموصوف بالآية، والموصوف في الحديث الذي يرويه البخاري في صحيحه عن وصف سكرات موت النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان أحد ينجو من هذه السكرات لكان سيد الخلق أجمعين عليه الصلاة والتسليم. في مرض موته صلى الله عليه وسلم كانت بين يديه ركوة، إناء أو علبة فيها ماء، فجعل صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه ألم الموت يدخل يده في هذا الماء ويمسح بها وجهه،
يأخذ الماء ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وتقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخلت السيدة عائشة رضي الله عنها على أبيها أفضل الخلق بعد الأنبياء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، دخلت عليه في مرض موته، فلما ثقل عليه تألمت لموت أبيها، فقالت تنشد بيتا من الشعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، الأموال والغنى لن تغني شيئا، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فانتبه أبو بكر الصديق وكشف عن وجهه وقال رضي الله عنه: ليس كذلك، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يصف الله عز وجل موت الكفار وخروج أرواحهم وسكرات الموت عليهم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. باسطوا أيديهم بالضرب، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. باسطوا أيديهم يخرجون أرواحهم بالضرب، هكذا تخرج روحه بالضرب. عافانا الله وإياكم من هذه الميتة الخبيثة. ويصف البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أبتاه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد الموت. فلما مات قالت الزهراء رضي الله عنها: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن عليه السلام قالت لأنس الذي شارك في دفنه: يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت ويتعرض لسكرات الموت ويحثى عليه التراب فنحن لسنا بأكرم عند الله منه. ويروي الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى الإنسان إذا مات شخص بصره، يفتح عينه الميت، يفتح عينه ينظر إلى الأعلى؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك حين يتبع بصره نفسه، روحه تتبع الروح وهي خارجة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، يعني بصره مفتوح، مات عينه مفتوحة، فأغمضه صلى الله عليه وسلم ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله، من أهل أبي سلمة، بدوا يبكون بكاء عالي، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ولذلك الذين يحضرون عند الميت يحذروا أن يقولوا شيء خطأ، لأن الملائكة واقفين يؤمنون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا الدعاء المأثور في صحيح مسلم، بمثل هذا يدعو الإنسان الذي يحضر عند الميت. وفي رواية عن عمرو بن العاص عندما حضرته المنية، كان ابنه عبد الله بن عمر
ابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من أكبر علماء المسلمين والصحابة، قال عبد الله لأبيه عمرو: يا أبتاه، إنك لتقول يا ليتني ألقى رجلا عاقلا لبيبا عند نزول الموت. كان عمرو بن العاص يتمنى أن يحضر إنسان عاقل حكيم في لحظة وفاته حتى يصف لي ما يجد، أريد يصف لي شعوره وإحساسه في هذه اللحظة. فعبد الله بن عمرو يقول لأبيه: وأنت ذلك الرجل، فصف لي. يقول له: صف لي ماذا تشعر به عند الموت. شيء عجيب، صحابي يسأل صحابي، ولم يوصف لنا الموت بأفضل من ذلك بعد القرآن والسنة. فقال: يا بني، والله كأن جنبي في تخت، يعني كأني جالس على نار، وكأني أتنفس من سم إبرة، من فتحة إبرة هذا النفس، وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي، أشعر بالألم في كل أجزاء جسمي. ومما يخفف هذا الألم رحمة الله عز وجل، وقد وعدها بالذات أن لا يشعروا بهذا الألم للشهداء، فيا كرامة الشهيد. يروي الترمذي والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. رزقنا الله وإياكم مكانة الشهداء وفضل الشهداء. إذا حضر الإنسان موت، يبدأ الإنسان قبل أن تخرج الروح يتمنى العودة، يتمنى أن يبقى زيادة. يقول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إذا عمل سيئة يلحقها بتوبة. كلنا نخطئ، كلنا نذنب، لكن الفرق بين المؤمن الصادق وغيره أن المؤمن إذا أذنب ألحقها بعمل صالح، إن الحسنات يذهبن السيئات، يلحقها بتوبة. أما الكافر أو الفاجر فيتمادى بها. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، غارق في السيئات والعياذ بالله، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فالتوبة لا تقبل عند الاحتضار. عندما تخرج الروح يفرح المؤمن، يفرح المؤمن بخروج روحه لأنه فيه لقاء الله سبحانه. يروي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنكره الموت. يعني هل يعني كل واحد فينا طبيعي أن الإنسان ما يريد يموت، فهل هذا معناه، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك أننا نكره لقاء الله؟ إنا لنكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامه، بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، يحب أن تخرج الروح بسرعة لأنه مبشر برضوان الله عز وجل والكرامة من الله سبحانه. فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. وفي الحديث الذي يرويه البخاري كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. لماذا نكره الموت؟
حكي أن سليمان بن عبد الملك رحمه الله لما دخل المدينة حاجا قال: هل بها رجل حازم أدرك عدة من الصحابة؟ أريد رجل من التابعين. قالوا: نعم، أبو حازم. فأرسل إليه، فلما أتاه قال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ فقال أبو حازم: إنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. قال: صدقت. ثم قال: ليت شعري، ما لنا عند الله تعالى؟ قال: أعرض عملك على كتاب الله، أعمالك قيسها بكتاب الله عز وجل. قال: فأين أجده؟ قال: في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قارن نفسك بهذه الآية، أين أنت؟ هل أنت من الأبرار أم أنت من الفجار؟ قال: فأين رحمة الله؟ فقال أبو حازم: رحمة الله قريب من المحسنين. قال: يا ليت شعري، كيف العرض على الله تعالى غدا؟ قال: أما المحسن فكالغائب الذي يقدم على أهله، كيف يفرحون به؟ وأما المسيء فكالآبق الهارب يقدم على مولاه. فبكى سليمان حتى على صوته واشتد بكاؤه، ثم قال: أوصني. فقال أبو حازم: إياك، إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك. دير بالك الله يشوفك في مكان نهاك عنه، أو في حالة نهاك عنها، أو يفقدك حيث أمرك. دير بالك يأتي وقت صلاة وأنت ما تكون موجود، يفقدك الله حيث أمرك، احذر من ذلك. بخروج هذه الروح تبدأ الرحلة إلى السماء. عن أبي هريرة في حديث يرويه الإمام مسلم قال: إذا خرجت روح المؤمن يخرجها ملك الموت، يأخذها ملكان يصعدان بها إلى السماء. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، ريحة طيبة كأنها المسك، هذه الروح المؤمنة التي تصعد إلى السماء. فلما تصل إلى السماء يقول أهل السماء: ريح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. أما الكافر إذا خرجت روحه نتنة مفسدة، يقول أهل السماء: روح خبيثة من قبل الأرض، فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وجاء وصف تفصيلي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر: حتى إذا خرجت روحه، روح المؤمن، صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون له. فإذا أخذها، يعني ملك الموت، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن الذي من الجنة، وفي ذلك الحنوط الطيب الذي من الجنة. فذلك قول الله تعالى عن الرسل الذين يأخذون الروح فورا من ملك الموت، يقبضها ملك الموت ويأخذها الملائكة المكلفين بذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فذلك قول الله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. يا سلام، شوفوا الوصف الجميل، شوفوا الروح الطيبة، شوفوا التنعيم. يعني الإنسان سبحان الله لما يسمع عن الموت يخاف، لكن لما يجد وصف الموت للمؤمن يجد إكرام وتشريف وتنعيم، ليس أمرا مخيفا كما نتخيل، بل أمر فيه خير كثير للمؤمن. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا إلى السماء. يصل هؤلاء الملائكة ومعهم الروح إلى السماء، فيستفتحون له، يطلبون من الملائكة الذين يحفظون السماء أن يفتحوا، فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها. أفضل الملائكة في السماء الدنيا يصعدون به إلى السماء الثانية، وهكذا إلى السماء التي تليها،
حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فيبقى في حياة البرزخ إلى يوم القيامة. وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الخبيثة التي نزعت من العبد الكافر أو قال الفاجر، فقال عنها بعد نزعها: فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم، من اتجاههم، ما أحد يريده. فيأخذها، يأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح من نار، فورا يغلقونها بالنار، ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى يصلون به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، يعني الحبل العريض، في سم الخياط، في فتحة الإبرة، ما تدخل، إذن ليس لهم أمل في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم في الأرض السفلى. ثم يقول: أعيدوا عبدي إلى الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فتلقى روحه من السماء إلى الأرض، لا ينزلون بها وإنما يرمونها رميا، فتطرح روحه من السماء حتى تقع في جسده. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وتبدأ حياة جديدة يسميها العلماء حياة البرزخ، حياة انتقال، حياة انتظار، فيها شيء من نعيم لمن يستحقه وشيء من عذاب لمن يستحقه. وللروح اسم آخر تسمى كذلك النفس. بعض العلماء يفرقون بين الروح والنفس، لكن كبار العلماء المحققين كابن تيمية وغيره يؤكدون على أن الروح والنفس شيء واحد. أخبرنا الله عز وجل أن النفس لها ثلاثة أسماء، قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس الأمارة بالسوء. والنفس الثانية هي التي سميت بالنفس اللوامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة. أما النفس الثالثة فهي التي سماها المولى عز وجل النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هل هي ثلاثة أنفس؟ كلا، على القول الراجح أنها نفس واحدة لكنها لها ثلاثة صفات، كما يقول شارح العقيدة الطحاوية: والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي إما أمارة بالسوء، إذا أخذت تأمر الإنسان بالذنوب بالمعاصي فعندها تسمى النفس الأمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان، يعني صارت بين الإيمان وبين المعصية، فهي النفس اللوامة، صارت لوامة تفعل الذنب وتلوم صاحبها، فهي لوامة. فإذا قوي الإيمان وتركت الذنوب واطمأنت بالإيمان صارت النفس المطمئنة، فهي الروح وهي النفس ولها هذه الصفات.
عندما تخرج الروح أو النفس من جسد الإنسان تبقى في حياة البرزخ، تنطلق إلى السماء وتعود إلى جسد الإنسان وتعيش في هذا البدن بطريقة عجيبة سنفصلها بعد قليل، تسمى نعيم القبر أو عذابه، تعيش في هذه الحياة. إلا أن هناك أناس مخصوصين أرواحهم لها مكان خاص، فمن أولئك الذين لهم مكان خاص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري أن السيدة عائشة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة، بل الرفيق الأعلى من الجنة. فالأنبياء أرواحهم هناك مع الرفيق الأعلى من الجنة في مكان مكرم في أعلى السماوات مع الذين أكرمهم الله عز وجل من الأنبياء ومن الملائكة، كما جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء في السماوات المختلفة، فهم بعد وفاتهم يعيشون هناك. وكذلك الشهداء لهم مكان خاص، يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ما هم أموات كباقي الأموات كباقي الناس، بل أحياء، لا تشك، لا تظن لحظة أنهم أموات. الشهداء حالهم يختلف عن جميع الأموات، أجسادهم لا تبلى كالأنبياء والصديقين، جسده لا يبلى، يبقى جسده سليم. أما أرواحهم فلها مكان خاص، يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. كما ترزق أنت، هو حي يرزق، أين يرزق؟ جاء في الحديث سأل مسروق عبد الله بن مسعود عن هذه الآية فقال: إنا قد سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. مصابيح معلقة بعرش الرحمن كأنها بيت الطير، أرواح الشهداء في هذه الطيور الخضر، وهذه بيوتهم معلقة بعرش الرحمن، يسرحون في الجنة حيث يشاءوا ثم يعودون إلى تلك القناديل، يرويه الإمام مسلم وغيره. فأي منزلة وأي مكانة للشهيد. ولذلك كان من شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين دوما أن يطلبوا الشهادة لما علموا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من المكان العظيم التي أعدها الله عز وجل للشهداء. ومن طلب الشهادة بصدق بلغه الله مكانة الشهداء وإن مات على فراشه. وقد التقيت مع امرأة فاضلة هي أم عزام زوجة الأخ الحبيب العالم الجليل الشهيد عبد الله عزام رحمه الله، وكانت بيني وبينه صحبة، فتحدثت معها بعد شهادته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الشهداء ويرزقه مكانة الشهداء. فتقول: صدقني يا أبا محمد، أنه جاءت علي فترة تمنيت فيها أن يقتل عبد الله عزام. تخيل امرأة تتمنى أن يقتل زوجها. فقلت لها: لماذا؟ قالت: من كثرة ما كان يتمنى الشهادة، جالس على الأكل في الفراش في كل وقت يذكر الشهادة. تقول: حتى تمنيت أن الله يريحه ويعطيه الشهادة. فهكذا كان الصالحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حب الشهادة في قلوبنا ويجعلنا ممن يطلبونها بصدق. وقبل أن ندخل في الحديث عن القبر وعذابه أو نعيمه، لا شك أن الحديث فيه خوف وفيه فزع. وقد قيل للحسن البصري، جاء رجل يسأله يقول له: إن قوما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تنخلع. فقال: من خوفك حتى تبلغ الأمن خير من الذي يؤمنك حتى تبلغ الفزع. فإن كان في الحديث تخويف فهو لأجل أن نبلغ الأمان، أما أن نعيش
مغرورين بالحياة الدنيا، مطمئنين لها، غافلين عن الموت، غافلين عن الآخرة، فهذا مدعاة للإسراف في الذنوب. فحديثنا فيه خوف، لكنه الخوف الذي يذكر بالعمل إن شاء الله. اسمعوا القول الجميلة، يقول الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله: لا يسلم من أهوال يوم القيامة إلا من طال فيها فكره في الدنيا. اللي يفكر كثيرا في القيامة هو الذي يسلم منها يوم القيامة. فإن الله لا يجمع بين خوفين على عبد، يعني يخاف في الدنيا لا يخاف في الآخرة، يأمن في الدنيا يخاف في الآخرة. فنحن إن كنا نذكر بهذه الأمور وفيها تخويف حتى نخاف في الدنيا فنأمن في الآخرة. ثم يقول قولة جميلة، يقول: والخوف المقصود هنا ليس الرقة التي تصيب القلب كرقة النساء فتدمع العين ويخاف القلب لحظات ثم يرجع إلى اللهو واللعب، ليس هذا هو المقصود بالخوف، وإنما المقصود بالخوف خوف يدفع للعمل ويجعل الإنسان يفر إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ويقول: والأسوأ من هذا من إذا ذكرت له أحوال الآخرة وأهوال يوم القيامة وأحوال الموتى وعذاب القبر قال: أعوذ بالله، ولم يفعل شيئا. يضرب مثل يقول: فهذا حاله مثل رجل في صحراء لحقه سبع، فوصل إلى حصن، إلى قلعة، فوقف عند باب القلعة وأخذ يقول: أعوذ بهذه القلعة وبحصنها الحصين وبنائها المنيع من هذا السبع، وهو جالس مكانه لا يتحرك. هل تنفعه هذه الاستعادة؟ كلا. فهذا حال من يسمع بأحوال الآخرة وأحوال الموت والقبر ويستعيذ بالله منها، ثم يعود في غيه وضلاله وانحرافه وشهواته ومعصيته. فالتخويف الهدف منه هو العمل، وليس هز الرؤوس ودمعة العيون ورقة القلب في لحظات، وإن كانت هذه مطلوبة، لكن الأعظم والأفضل أن يتحرك بالخوف إلى الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، هذه الحياة قصيرة. يقول الله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ويقول الله سبحانه وتعالى محركا لنا، دافعا لنا، حافزا لنا للعمل، ليس فقط الخوف والخشوع وإنما العمل. يقول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا، مؤمن لكنه ما يخشع، مؤمن لكنه ما يتحرك، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فنعوذ بالله من قسوة القلب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، مسكني من كتفي، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا تستكثر من الدنيا، خفف من الدنيا، مثل الواحد اللي مسافر عابر سبيل أو إنسان غريب في بلد، خفف، خفف من الدنيا. وكان ابن عمر إذا ذكر هذا الحديث قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. ما دام أنت صحيح استعمل صحتك في العبادة والعمل والجهاد، قبل أن تمرض فلا تستطيع أن تفعل ذلك، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. فعندما تخرج الروح تبدأ حياة البرزخ. يلخص لنا شارح العقيدة الطحاوية أمر عذاب القبر أو نعيمه، لأن بعض الناس يشككون في هذه المسألة أو يترددون فيها، فيقول: تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه
لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته. كيف؟ حقيقتها ما نعرفها، نعرف فقط ما وصلنا، لأن هذا من الغيب، ولا نعلم الغيب إلا ما يأتينا بالنصوص، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته. والشرع لا يأتي بما تستحيله العقول، بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه العقول، يحير العقل، لكن غير مستحيل. الاستحالة عكس المنطق، يعني أمر غير منطقي، أمر محير غريب، لكنه غير مستحيل. إن الله على كل شيء قدير. فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا. لما ترجع الروح في حياة البرزخ إلى جسد الإنسان، لا يعود حي كما نعرفه نحن، وإنما يحيا حياة خاصة. لما نراه نحن نراه ميت، لما نفتح على قبر نراه ميت، لكنه حي حياة خاصة. ألا ترون النائم أحيانا يتألم ويفرح ويستشعر كل هذه الأشياء كأنه يعيشها فعلا، لكنه نراه نائم لا يتحرك، يستيقظ من نومه يقول حسيت بحلاوتها، حسيت بألمها، حسيت. ألا ترون ذلك في الإنسان؟ حياة من نوع خاص، وكذلك حياة البرزخ من نوع خاص. فيقول فتعاد إليه الروح إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. ويجيب على بعض الأسئلة التي يسألها بعض الناس، فيقول اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، دخل في القبر أو لم يدخل في القبر يصيبه هذا، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. فالكل في هذا سواء. وما ورد من إجلاس الميت واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده أنه هذا يحدث. كيف؟ لا ندري. إن الله على كل شيء قدير، سواء دخل في القبر أو لم يدخل في القبر، حتى لو احترق وصار رماد يحدث له ذلك على كيفية يعلمها الله عز وجل. جاءت الآيات والأحاديث تؤكد على عذاب القبر، ومن ذلك ما اتفق عليه العلماء من إشارات في قضية عذاب القبر. جاءت هذه الإشارات في القرآن الكريم فيما أورده الإمام البخاري في كتاب الجنائز، حيث قال، يقول الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذه الآية تشير إلى عذاب القبر. وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن مرتين قبل الآخرة، المرة الأولى العذاب في الدنيا، والمرة الثانية عذاب في القبر، ثم يرد إلى عذاب الآخرة. ويقول الله عز وجل في آية هي من أعظم الآيات عند العلماء تدليلا على عذاب القبر، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء يعرضون على النار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل قيام الساعة. متى؟ أين؟ في القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن الإشارات القرآنية كذلك الظاهرة قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يروي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت في عذاب القبر، هذه الآية تشير إلى عذاب القبر. وفي صحيح مسلم عن السيدة عائشة قصة لطيفة ترويها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة، امرأتان عجوزتان من يهود المدينة دخلتا على السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة رضي الله عنها فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما،
تقول ما طابت نفسي أن أصدقهما في هذا الأمر، فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. عذاب القبر تخرج منه أصوات كما سنرى بالأحاديث تشير إشارات واضحة إلى هذا، يسمعها كل شيء حي إلا الإنس والجن. تقول السيدة عائشة فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الناس بقضية عذاب القبر، وتخويف الناس بعذاب القبر سنة حتى الناس تحتاط وحتى الناس تستعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم عذاب القبر، فضج الناس من شدة الخوف بدأوا يهمهمون بصوت عالي. تقول أسماء فضج الناس ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول من شدة الصوت وخوفه من هذا الأمر ما استطعت أن أفهم باقي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لرجل قريب مني أي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. فالفتنة والاختبار الذي في القبر قريب من فتنة الدجال، فالذي لا يحضر فتنة الدجال فقد حضر فتنة قبر. وجاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان في حائط في مزرعة لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به البغلة كادت تنقلب بالنبي صلى الله عليه وسلم فكادت تلقيه، وإذ أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قبور ما هي مبينة ما هي واضحة، أربعة خمس ست قبور، فقال من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الإشراك. قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا، يعني لولا خشيتي أنه ما يدفن بعضكم بعضا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع عذاب القبر وكان إذا مر على القبور يسمع أصواتها، يقول لولا أني أخاف عليكم ما يدفن بعضكم بعض لا دعوت الله أن يجعلكم تسمعون هذه الأصوات، لو سمعتموها من شدة الخوف ما أحد يدفن الثاني. في الحديث في البخاري ومسلم وغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا كأنه التفت يسمع أصوات، فاستغربوا قالوا ماذا سمعت يا رسول الله؟ قال يهود تعذب في قبورها. وفي البخاري كذلك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في الحديث الذي يرويه مسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر، فيقولون نعوذ بالله من عذاب القبر. ويروي الإمام مسلم كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء بعد التشهد في كل صلاة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فعذاب القبر ثابت والأدلة عليه أكثر من أن تحصى، وهو جزء من عقيدتنا وإيماننا لا يجوز الكفر به. وندخل في التفصيل فيما يحدث للإنسان
في قبره. روى هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي